مساء الخير. طلب استاذ المسرح ناجي صراطي من الطلاب يطلعوا على المسرح، وكل واحد بدوره يخبر عن احاسيسه وعن ادائه بالبرايم من خلال استعمال الحواس الخمسه، وما حدا توقع يتحول المسرح لنهر من الدموع والذكريات. لما طلعت غنيت اغنيتي ما يهمك ابدا، كثير كنت مبسوطه، مش عشان ادائي بصراحه، لا عشان عن جد انا حاسه الاغنيه، حاسه كلامها، واقف جنبي الشخص اللي عن جد الكلام لإله بيكون. اهم مومنت كانت او اسوء، يعني هي اهم واقسى مومنت كانت في حياتي صراحه، انه عم تختاروني بين انا وقاق وهو طلع. حسيت انه ما يعني انصدمت، ما عرفت انبسط لانه حسيت غلط انبسط، بس نفس الوقت كثير قدرت كل شخص وطلي، كثير قدرت له هذا الاشي، بس ما قدرت انبسط لانه اكثر حدا انا بحبه في حياتي وبالاكاديمي وبي طلع، فاستحيت انبسط. نفس الوقت خفت انه تزعلوا اني ما انبسطت انكم صوتوا لي، ما عرفت شو اعمل.